سنة كاملة تمر على انطلاق قناة الوطنية الجزائرية، أول منبر إعلامي يعنى بالشأن الدولي. استطاعت أن تكسب اهتماماً في الداخل والخارج بمواكبتها الأخبار الدولية والإقليمية وتنويع شبكة برامجها التي ترقى إلى تطلعات المشاهد. نحن اليوم نحتفل بمرور سنة على إطلاق قناة الوطنية، وهي أول قناة جزائرية دولية ذات بعد مغاربي. تمكنا في ظرف سنة من تحقيق الأهداف الأولية التي سطرناها، ومنها تحقيق نسبة مشاهدة سواء في الدول المغاربية أو على مستوى الدولي، وهذا حققناه بنسبة كبيرة جدا قبل أن نتخذ الخطوة الثانية، وهي تغيير التردد لكي نستهدف المشاهد خارج الجزائر وداخل الجزائر. سنة يعني استطاع فيها طاقم الشباني للقناة ولوج هذا العالم المليء بالحيوية والديناميكية. استطاعت يعني القناة أيضا منافسة قنوات أخرى متواجدة في الساحة الإعلامية بقيادة إدارة حكيمة على رأسها المدير العام محمد درويش، وبقيادة طاقم صحفي وتقني شاب، من أن نقدم محتوى إعلامي هادف محترف. قطعت مشوارا في الإعلام الجزائري، مشوار لا يغفل عنه أحد أكيد، وكل الموفقية إن شاء الله في قادم التحديات، قادم طموحات إن شاء الله لكل عمال قناة الوطنية. بالرغم من عمرها الفتي، إلا أن القناة استطاعت أن تبلغ 90% من إنتاجها الخاص لمسلسلات وأفلام وحصص متنوعة، من شأنها أن تنافس الشبكات الرمضانية وتتطلع إلى الاستمرار طوال السنة. يمكن القول أننا في ظرف سنة، وهي ظرف قصير بالنسبة لعمر قناة وبطاقم شاب، تمكننا من تحقيق العديد من النتائج، منها تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة، منها حجز مكانة في السوق الإعلامي الجزائري أو في الساحة الإعلامية الجزائرية عن طريق العديد من الحصص. حضرنا شبكة برامجية مختلفة ومتنوعة لشهر رمضان التي ستميزنا كثيراً عن الكثير من القنوات الأخرى، منها مسلسلات درامية، منها أفلام، منها سيت كوم وغير ذلك. هناك أيضاً أعمال ستكون على مدار السنة وليست فقط في رمضان وإنما على مدار سنة. سنة كاملة من الصعاب والتحديات لم تكن سهلة على عمال القناة بكل أقسامها، مجابهتها والمضي قدما لرفع التحدي نحو إنجاح مشروع آمنوا به. فكل عام وقناة الوطنية تخطو بثبات نحو التألق.